حكومة الكاظمي كانت نتاج لاحتجاجات تشرين؟ في البداية نتكلم عن تظاهرات تشرين وهذه الشرارة وهذه الحركة والنقلة النوعية التي شهدتها نعم الساحة العراقية سواء على المستوى المجتمعي أو حتى على المستوى السياسي، حيث شاهدنا هذه التظاهرات شملت عدد كبير من المحافظات العراقية وكان لها تأثير كبير. نعم لكن السؤال حضرتك، نعم هل حكومة الكاظمي هو ما أرادته مطالب المتظاهرين الحق الذين خرجوا إلى ساحات التظاهر طيب وتعرضت الكثير من الساحات إلى ضرب واعتقالات وهجمات واختراقات أيضا؟ لا، لم يخرج المتظاهرين إلى تشرين حتى يطالبوا بحكومة الكاظمي. حكومة الكاظمي حكومة بالأخير حكومة اختارتها الكتل السياسية هي ذاتها نعم التي ما زالت إلى الآن تقود العملية السياسية. هل حكومة الكاظمي حققت مطالب المتظاهرين؟ وهذا السؤال إذا توجه إلى جميع المتظاهرين أو حتى الذين لم يشاركوا في تظاهرات تشرين، نعم الجواب راح يكون كلا، لم طيب يقدم أي شيء يذكر حكومة الكاظمي. وإلى الآن الذين خرجوا إلى ساحات التظاهر وساحات الاحتجاج الشعبي نعم في مختلف المحافظات العراقية، الكثير من مطالبهم إلى الآن لم تحقق. إلى طيب الآن نسب البطالة في العراق هي نسب كبيرة جدا. إلى الآن البيروقراطية والروتين إلى الآن موجودة. موضوع المحاصصة الحزبية والقفز على النتائج الانتخابات إلى الآن ما زالت مستمرة وموجودة. طيب والكثير من المطالب الحق التي خرج إليها المتظاهرين وأيضا أيدتها المرجعية الدينية العليا في محافظة النجف الأشرف، والتي أكدت عليها بأكثر من بيان، والتي وصفتها بالمطالب الحقة، إلى الآن نتائج مطالب المتظاهرين لم تحقق على أرض الواقع. طيب واليوم يستذكر العراقيون وهذه الذكرى السنوية لانطلاق شرارة تظاهرات تشرين الشعبية. قبل قليل ضيفك الكريم تكلم وأنا أتفق حتى مع حضرتك بأن اليوم الكثير مع الأسف بعض ساحات الاحتجاج شهدت اختراق من بعض الجهات صح بالفعل. التي حاولت الإساءة لمطالب المتظاهرين المشروعة. عندما تأتي إلى ساحات التظاهر كنا نلاحظ طيب. أن هناك طلبة جامعات وهناك أطباء وهناك محامين وحتى رجال الدين. كثير من ساحات التظاهر سواء في كربلاء المقدسة في النجف الأشرف كنا نشاهد رجال الدين، أساتذة الحوزة العلمية الشريفة، كانوا أستاذ معتز يشاركون مع المتظاهرين.